بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أبنائي طلاب الصف الثاني المتوسط، درسنا اليوم في مادة الحديث، نستكمل فيه مواضيع الوحدة الثانية والتي موضوعها العام أخلاق وسلوك نهى عنها الإسلام. وتكلمنا عن موضوع الظلم وعن موضوع الإضرار بالآخرين، تكلمنا عن الغيبة والنميمة، تكلمنا عن الغضب، كل هذه أخلاق وسلوك نهى عنها الإسلام. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن موضوع شهادة الزور، عن موضوع شهادة الزور، وهي في الدرس التاسع، التحذير من قول الزور، الصفحة 47. نأمل من أبنائي الطلاب أن يفتحوا الكتاب وأن يتابعوا معي شرح هذا الدرس. وفيه حديث أبي بكرة رضي الله عنه، راوي الحديث أبو بكرة، نعرف به أولا، فهو أبو بكرة صحابي جليل اسمه نفيع ابن الحارث الثقفي، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بأبي بكرة لأنه تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببكرة من حصن الطائف، فكني أبا بكرة، وأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وكان رجلا صالحا ورعا من الآمرين بالمعروف. قال عنه الحسن البصري رحمه الله: لم ينزل البصرة أفضل من أبي بكرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما. مات رضي الله عنه سنة 51 للهجرة. إذن هذا راوي الحديث. أما الحديث فهو عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ أي سأل هذا السؤال ثلاث مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها، أي هذه الجملة، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقلنا إن موضوع الدرس التحذير من قول الزور. جاء في هذا الحديث النهي عن عدة أمور، وجاء ذكرها بالكبائر. الذنوب كلها مكروهة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن تختلف وتتفاوت، فبعضها صغائر وبعضها كبائر. الكبائر هي الذنوب التي حذر منها الشرع وتوعد عليها بلعن أو غضب، أو رتب عليها حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة، وهي تختلف عن الصغائر، وكلها منهية منهي عنها، مبغوضة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الكبائر بغضها أشد، وتوعد عليها الشرع بلعن أو غضب، أو رتب عليها حدا في الدنيا أو عقابا وعذابا في الآخرة. يرشدنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كبائر الذنوب التي لا تكفرها إلا التوبة، مثل الإشراك بالله تعالى، مثل الزنا، مثل عقوق الوالدين، مثل أكل الربا. ولكن في هذا الحديث حذرنا من ثلاثة أمور ذكرها، اللي وهي الشرك بالله تعالى، وعقوق الوالدين، وقول الزور. قول الزور أيها الأحبة يعني الكذب، ويكون بعدة صور، كأن يشهد على باطل، أو يكون بفعل تزوير للأوراق النقدية أو الأوراق والمستندات الرسمية أو نحو ذلك، كل هذا يدخل ضمن قول الزور. لماذا نهى الإسلام عنه؟ لأن فيه اختلاط للحق بالباطل، وفيه ضياع الحقوق، فيه ضياع للحقوق، وفيه كذب وفجور، وفيه مخالفة لله ورسوله. كيف ينتشر هذا؟ ما ينتشر إلا بعدم تعظيم شرع الله تعالى، والبعد عن كتاب الله وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتشر بسبب حب الدنيا وتمكنها في قلوب الناس.
كيف تعالج هذه الذنوب بالصدق مع الله تعالى؟ تعالج بتعظيم شرع الله سبحانه وتعالى، بالتقرب إلى الله، بالتفكر بالآخرة دوما. هذا ملخص لهذا الدرس. بعد أن درست هذا الحديث يجب علي أن أتمثل هذه الأمور في سلوكي، فأتجنب كل الأسباب المؤدية إلى الإشراك بالله تعالى وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور، وأن أحرص على قول الصدق والشهادة على الحق، ولا أخاف في ذلك لومة لائم. أبنائي، بعد أن ندرس الدرس نرجو أن نقرأه جيدا، ثم نقوم بحل التقويم على الكتاب. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.